الواحد ياخد بالك. قلنا ان الجلوكوما هي كونجينيتال ريكوير. قلنا الكلام ده كونجينيتال مولود بيها واكواير حاجه في الجين شويه. والاكواير يا برايمري يا سكندري. سكندري اكواير يعني ايه؟ انا عندي مرض في عينه ورفعه ضغط عينه. سكندري اكواير قلنا دلوقتي برايمري دي معناها ان العيان اللي عنده ارتفاع ضغط العين ده احنا مش عارفين له سبب، يعني لا يعاني من امراض يا احمد، ما عندوش امراض في عينه ولا حاجه، ما عندوش امراض ولا حاجه في عينه، ما هياش سكندري يعني. طيب البرايمري دي شخصيا نوعين، برايمري كلوزد انجل جلوكوما وبرايمري اوبن انجل جلوكوما. يعني ايه اوبن انجل؟ يعني ايه كلوزد انجل؟ دي حاجه اسمها زاويه العين، زاويه الخزانه الاماميه للعين، زي الانتيري تشامبر. مش كانت الكورنيا كده والايرس كده؟ كان في حاجه اسمها الانجل، كان فيها ايش في الرابيكولار ميشورك على كانالو بشلف، صح كده؟ طيب احنا يا احمد هنبدا نفحص الانجل دي. طريقه فحص الانجل دي حاجه كده كان اسمها جونيوسكوبي. جونيوسكوبي لو انا فحصت الانجل شفت الاستراكشر تبقى الانجل ساعتها اوبن ولا كلوز؟ اوبن. لو انا فحصت الانجل شفتش الاستراكشر تبقى ساعتها الانجل ايه؟ كلوز. حاجه اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما صفحه 104 الكتاب صفحه كام؟ 163. انا بشرح من الاول خالص يا احمد اهو عشان حتى لو حد فاهم الحفل اللي فاتت يبقى قاعد فاهم، مبقاش قاعد ايه خلاص. بعد اذنكم بس يمكن انتوا نسيتوا، انا مش بحب حد يتكلم خالص، خلاص خلاص مش بحب حد يتكلم خالص، تمام؟ بعد هنرجع تاني من الاول. انا بتكلم عن حاجه اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما. جلوكوما يعني سطح مرتفع، برايمري يعني برايمري اكواير، ملهاش سبب يعني، مفيش مرض ولا حاجه عنده، ما عندوش مرض هو اللي ادى لارتفاع ضغط العين. امال ايه اوبن انجل وكلوز انجل؟ في حاجه اسمها الانجل فيها شويه استراكشرز كده، ايش ترابيكولار مش ورك على شويه حاجات ثانيه. لو انا شايف الاستراكشر تبقى اوبن انجل، لو مش شايفها تبقى كلوز انجل. انا بتكلم عن اوبن ولا كلوز؟ اوبن. هي هنا بس نقطه، يعني نقطه الاستفهام او علامه الاستفهام، ازاي الضغط عالي وازاي الانجل مفتوحه؟ هتقول الكلام ده دلوقتي خلاص كده؟ يعني ازاي الضغط عالي في نفس الوقت الانجل مفتوحه؟ هنقول الكلام ده دلوقتي، هنقول الكلام ده دلوقتي خلاص؟ يبقى انا عايز اتكلم عن موضوع اسمه برايمري اوبن انجل جلوكوما. برايمري اوبن انجل جلوكوما العيان لا يعاني من اي امراض برايمري، والاستراكشر بتاعت الانجل يا حاج ادم متشافه ولا مش متشافه؟ متشافه. وضغط العين اخباره ايه؟ مرتفع. طيب انا عايز ابدا بطريقه يعني غير المترتبه عندي في الكتاب. لكن يا استاذ نزلت امبارح زعلان، بقيت قاعد زعلان ازاي؟ ياسر نزلت الساعه كام امبارح؟ ياسر كان معاك؟ ما هو بيصل بيها 12 على واحد. عايزين نبدا من الايديولوجي يا دكتوره ساره موجود في المذكره مش موجود في الكتاب، نفهمه بعدين بتوع الكتاب يوضوه براحتكم. ازاي الفتحات ديت او الاستراكشر دي متشافه في نفس الوقت الضغط عالي؟ عشان الترابيكولار مشور، عشان الترابيكولار مشور الفتحات بتاعته بقت ضيقه شويه. طيب هو الترابيكولار مشور كده انت شايفاه ولا لا؟ شايفاه الفتحات ضاقت شويه، شايفاه ولا مش شايفاه؟ شايفاه. فاهم قصدي ايه؟ ما كل اللي حصل ان في ناروينج للسبيسز الفونتانا، الاخرام اللي بيعدي منها الاكوس دي الاخرام الصغيره بدات تبقى ناروينج. ليه ناروينج؟ عشان في سيكننج للترابيكولار ميشن، سيكننج صوابع تخنق، فالفتحات اللي بينهم حصل لها ايه؟ ضاقت. وده بيؤدي الى ان الاوت فلو اخباره ايه؟
يعني الفاسفوليب بيقوى بيجرى له ايه؟ بيقل، ومع الوقت الضغط بيجرى له ايه؟ بيزيد. نقول كمان يبقى الايديولوجي ده مش موجود في الكتاب، يا ريت تكتبيه. الايديولوجي هو نقص الايكوس اوت فلو، نقص الايكوس اوت فلو ديو تو سيكنينج اوف ترابيكولار ميشول، مما ادى الى نارنج اوف سبيدل فونتانا. الاوت فلو قليل نتيجه تخالف الترابيكولار ميشول وضيق السبيدل فونتانا. معنى كده ان الارتفاع في ضغط العين ده هيبقى ارتفاع حاد ولا تدريجي؟ اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. اقري الاسم الثاني، اقري الاسم الثاني بتاع الموضوع، بتاع العنوان. برايمري اوبن انجل جلوكوما بيبقوا فين؟ كرونيك سيمبل جلوكوما زي الفل. يبقى باي ديفينيشن، باي ديفينيشن ات از نون كونجستيف. اكتبي فوق نون كونجستيف او باي لاترال نون كونجستيف، اكتبي فوق نون كونجستيف نون اكيوت. يعني هذا الارتفاع حاد ولا نوت اكيوت؟ نوت اكيوت. بايلاترال نون كونجستيف انكريز اوف انتراوكولار بريشر، بايلاترال نون كونجستيف انكريز اوف انتراوكولار بريشر. والانجل اوبن ولا كلوز؟ اوبن. ان ذا ابسنس اوف انجل كلوجر، في غياب ان الانجل تكون مقفول، الانجل اخبارها هي عطيه مفتوح. هذا الارتفاع في ضغط العين هيؤدي الى ان الاوبتيك ديسك اللي هو الاوبتيك نيرف هيجرى له اياد العين خارج منها الاوبتيك نيرف. في حاجه اسمها راس الاوبتيك نيرف هنا كده اهي، راس الاوبتيك نيرف دي هتبدا تنضرب. نعرف الكلام ده دلوقتي او احنا عرفنا قبل كده او هنعرف دلوقتي ان اضعف جزء في العين هو الجزء اللي خارج منه العصب البصري، ده اضعف جزء. فلما الضغط يعلى جوه الكوره دي هيشطر على مين؟ الجزء الضعيف اللي هو مخرج الفايبر بتاعت الاوبتيك نيرف اللي هو الاوبتيك ديسك. ثواني، هو الاوبتيك نيرف هيد ده لما تموت منه حتت يبقى الحتت اللي بتشوفيها اخبارها ايه في مجال الابصار؟ دلوقتي شويه الفايبرز اللي هنا دي ماتت مثلا، كانت بتشوف الجزء اللي فوق هتشوفيه ولا ما عنديش هتشوفيه؟ ما عنديش هتشوفيه. يبقى بدا يحصل اوبتيك نيرف دامج اند فيجوال فيلد افكت، تغيرات في مجال الابصار اللي لو سبتيها ممكن توصل الى بلايند ايه؟ بلايندنس. ثاني كده يعني انا ممكن اقول ان الجلوكوما هنا النوع ده من الجلوكوما هو كرونيك سلولي بروجريسيف اوبتيك نيوروباثي. يعني ايه؟ هو اوبتيك نيوروباثي يعني ايه؟ يعني مين العيان؟ مين العيان؟ الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف. فعلا المرض ده تقدري تعرفيه زي ما الكتاب معرفه بين قوسين وانا حاطط عليه خط انه كرونيك سلولي بروجريسيف اوبتيك نيوروباثي. تعريف بيحبه الدكتور عادل عبد الرازق رئيس القسم جدا. يقول لك يعني ايه جلوكوما؟ ما تقولوش عن ارتفاع ضغط العين، تقولي له ده عباره عن اوبتيك نيوروباثي. اوبتيك نيوروباثي يعني اختلال في العصب البصري. ضغط العين العالي ريسك فاكتور، يعني عامل من عوامل الخطوره بس مش شرط. بس مش ايه؟ مش شرط. لو ضغط العين عالي قوي خلاص يبقى اكيد فيه مشكله. لكن افترض ضغط العين بوردر لاين، هو ضغط العين هدف من 10 ل 20. لو ضغط العين 18 هل ده يقول ان هو سليم؟ والله ممكن وممكن. واخد بالك؟ لو ضغط العين 22 هل يقول ان هو عيان؟ والله ممكن وممكن. الفيصل الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك نيرف او الاوبتيك ديسك. يبقى نقول تاني، انا بتكلم عن موقف بايلاترال في العينتين مش عارفين له سبب، او مش عارفين له سبب يعني ملوش سبب ادى اليه، مفيش مرض عمل الكلام ده. احنا وصلنا ان في دي في الفتحات، لكن ايه اللي عمل الدي ده؟ مفيش حاجه، حاجه مع بتاعت ربنا مع السن كده. بايلاترال نون كونجستد انكريز انتر اوكولار بريشر in the absence of angle closure مما ادى الى optic disc changes and visual field changes. مما ادى الى optic disc changes اللي هو كاتبها عندك optic nerve coupling. هنقول دلوقتي يعني ايه coupling ان شاء الله النهارده. وفيجوال فيلد changes او بين قوسين كرونيك سلولي بروجريسيف. ها كرونيك ما هي كرونيك سلولي بروجريسيف اوبتيك ايه؟ اوبتيك نيرو. جميل جدا. كانسيدنس الحكايه دي بتحصل فوق سن ال 40. كانسيدنس الحكايه دي الميل والفيميل زي بعض ايكوال 6 ايكوال. طيب كانسيدنس الميل والفيميل زي بعض ايكوال. كانسيدنس الحكايه يوني ولا باي لاترال حسب التعريف؟ باي لاترال. بص بقى باي لاترال بس كتير جدا، وان اي بروسيد ذا اذر بتسبق الثانيه. يعني باي لاترال سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ اسيمتريكال. ممكن تكون واحده متقدمه عن الثانيه، نحتاج الكلام ده دلوقتي. وهذا النوع من الجلوكوما هو اشهر نوع من الجلوكوما. يعني ايه؟ انتوا بعد الشر عليكم كلكم عينين جلوكوما. بعد الشر بدات افحص كلكم كده، انتوا كلكم عينين جلوكوما، هلاقي منكم 90% من النوع ده. جبت كل بتوع الجلوكوما
كونجينيتال واكواير برايمري وسكندري ومش عارف واكثر 90% من عينين الجلوكوما برايمري اوبن اند الجلوكوما. دي مشكله نسبه كبيره. بص بقى دي، بص دي عشان اشوفك تفهمه ولا لا. 2% من البني ادمين اللي فوق 50 سنه عندهم المرض ده. ثواني كده، انا بقول 2% من اللي فوق 50 سنه سواء كويسين سواء وحشين. يعني انا هجيب كل البني ادمين اللي في الشرقيه اللي فوق 50 سنه كلهم ما يعرفوش ان عندهم اي حاله، وابدا اشوفهم كده الاقي 2% منهم عندهم برايمر اوبن اند جلوكوما. يعني الموضوع ضخم والانفنس بتاعه كبير جدا جدا. في مشكله في اللي انا قلته؟ طب تمام. ايه عوامل الخطوره الريسك فاكتور؟ كلام حفظ ده معلش بقى كده ايه؟ هنضطر نغني فيه شويه. الحقيقه ان الريسك فاكتور اول ثلاث حاجات الايدج والريس والفاميلي. ده اللي انتوا كتبتوه في الصحه العامه تحت عنوان نون موديفايبل، صح كده؟ نون موديفايبل ريسك فاكتور، البطاقه الشخصيه بتاعتك. حاجات في البطاقه الشخصيه بتاعتك. سن بس. متوقع هذا المرض بيزيد مع زياده السن ولا مع نقص السن؟ مع زياده السن، ادي واحد. الريس، الكلام ده كومن في السمر شويه في البلاك. لو انت من بتوع كتاب هتلاقي الكتاب كاتب افريكان امريكان. وطبعا احنا ناقلين من تكست بوك بتاع الامريكان. فهو بيقول لك المرض مشهور في الامريكان من اصل افريقي. اللي هو طبعا موجودين عندنا في خطر زي ما انت عارف. الزنوج يعني. الزنوج يعني الزنوج. ماشي؟ كومن ان بلاك السمر شويه او بشرتهم خمره شويه. وفي نسبه لا باس بيها حوالي 10% من الحالات فاميليال. فاميليال يعني ايه؟ امه كانت كده، ابوه كان كده، جده كان كده، عمه كان كده، حاجه فاميليال. الحاجات دي مش هتقدر تغيرها، مش هتقدر تغير سنك. مش هتقدر تغير الريس اللي انت منحدر منه. تمام؟ مش هتقدر تغير الفاميلي بتاعتك. خد بالك عيلة الجحش، عيلة الحمار، مش هتقدر تغير الكلام ده. اه تمام. دي حاجات ثانية. يلا. دي حاجات ثانية. بص بقى كده بس عشان خاطر ما ترجعيش تسأليني نفس السؤال ده بعد شوية. هتسأليني الدكتور إسراء ده نفس السؤال ده بعد شوية. إيه هو السؤال؟ هو كاتب كده إن في بعض الأمراض في العين مرتبطة بالحكاية دي. زي الميوبيا قصر النظر الشديد وزي الريتنال برين اوكلوجن انسداد الوريد الشبكي. ما تقوليش ليه؟ لان انا هقول لك ده انسدنت. يعني ايه؟ هم جمعوا العيانين اللي عندهم برايمري اوبن اند جلوكوما. جمعوا العيانين اللي عندهم برايمري اوبن اند جلوكوما. لو نسبه كبيره منهم عندها ميوبيا. ايه اللي خلى الميوبيا تعمل برايمري اوبن اند جلوكوما؟ ما حدش فاهم قوي. لو نسبة كبيرة منهم كان عندهم امتداد في الوريد اللي بيغذي الشبكية ريتينال فين اوكلوجن. ايه اللي خلى ده يؤدي الى ده؟ محدش عارف قوي. فاهمين قصدي ايه يا جماعة؟ يعني ايه عملية انسدنت بس؟ نسبة حدوثها في العيانين دول تبقى زيادة شوية. طيب برضه لقوا نسبة كبيرة من العيانين دول دايابيتك. وقالوا ان الدايابيتس سكر بيقلل الريزيستنس بتاعت الديسك الاوبتيك نيرف هيد اللي هو العصب البصري ما بيبقاش مستحمل قوي. بتوع الدايابيتك الاوبتيك ديسك بتاعه ما بيستحملش اي زياده في ضغط العين، فاي زياده خفيفه كده ممكن تاثر عليه بسرعه. صعب الكلام ده؟ كمان حاجه اسمها اوكيولار هايبر تنشن. هنشوف انتوا فهمتوا اللي انا قلته ولا لا؟ بس لو واحد ضغط عينه عالي يعني مثلا كده قول 22، هو ضغط العين النورمال من كام لكام؟ 10 ل 20، بس الاوبتيك نيرف بتاعه كويس. ده نقول عليه جلوكوما؟ ها؟ هي الجلوكوما ها؟ هو في الجلوكوما المهم الرقم ولا تأثير الرقم؟ تأثير الرقم، طب هل الرقم عمل تأثير ولا ما عملش؟ ما عملش. فدي نقدر نقول عليها اوكيولار هايبر تنشن. اوكيولار هايبر تنشن. طبعا اللي عنده اوكيولار هايبر تنشن ده عامل خطورة ولا مش عامل خطورة؟ هو دلوقتي الضغط عالي والديسك كويس، لكن يمكن بعد شوية الضغط العالي ده يعمل ايه في الديسك؟ أو يعمل ايه في الأوبتيك نيرف؟ يأثر عليه يبوظه. واخد بالك؟ فده أحد عوامل الخطورة. هنحفظ إزاي الريسك فاكتور دي حفظ؟ هنحفظها إزاي؟ ثلاثة نون موديفايبلز في البطاقة الشخصية ايدج وريس وفاميلي. مرضين في العين وحاجتين مرتبطين ببعض، إيه المرضين في العين؟ مايوبيا وريتنال فين. وفي حاجتين دايماً كده في الطب الدولي لازقين ببعض، دايابيتس وهايبر تنشن. مش كل شوية نقول دايابيتس وهايبر تنشن؟ دايابيتس وهايبر تنشن؟ بس الهايبر تنشن هنا مش المقصود بيه الهايبر تنشن يعني ضغط الدم، المقصود بيه اوكيولار هايبر تنشن. يعني ايه اوكيولار هايبر تنشن؟ يعني انكريزد انتر اوكيولار بريشر بس وزود اوبتيك ديسك ايه دامج او اوبتيك نيرف هيد دامج. صعب الكلام ده؟ طيب ايه الايتيولوجي بتاع الفيلم الهندي ده كله؟ ما انا لسه قايل. الاخوه صوت كله اخباره يا عم احمد الي ليه؟ عشان نارنج الاسبيشن اوف مونتانا.
انت بقى في الكلام مفيد بقى، انت في الكلام مفيد. انا بتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن مين؟ خلي بالك بقى، انا بتكلم عن واحد جنيه في التليفون 48، والحكايه اللي هتجيله في عين ولا في الاثنين؟ في الاثنين، بس ممكن واحده تدفع الثانيه. طيب والراجل ده عنده اي امراض يا ذكرته ولا ما عندوش اي امراض؟ ما عندوش اي امراض خالص، ما عندوش حاجه خالص. كل الحاجات دي بتدخل في الفتحات بتاعت الكبير في الكونتاكت، الضغط يرتفع بشكل حاد ولا نمو تدريجيا؟ اذا السيمبتومز لو اكيوت سيمبتومز. طافي هنا بقى وتفنجين عينيكي، نو اكيوت سيمبتومز، مفيش اعراض حاده. وبالتالي معلش 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 في تشبيه رخم، وبالتالي ممكن والدتي انا او والدتك انت او والدك انت من عند سن 40 يكون عنده ارتفاع في ضغط العين والعصب بادي يتاثر بدون ما يحس. عشان كده اسم البتاع ده سارق النظر او حرام النظر. يعني يرجع يسالك سؤال دمه تخيل، يقول لك تحب يجي لك انجل كلوجر جلوكوما ولا اوبن انجل جلوكوما؟ انجل كلوجر. ليه بقى؟ لانها هترفع ضغط العين بشكل ايه؟ حاد، والعيان هيتالم الم شديد ويصور ويروح يبحث عن علاج. وانا لما يجيني حاجه توجعني واروح ادور على علاج احسن ما الحاجه ما توجعنيش وعماله تسرق النظر واحده واحده. كارثه 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 كارثه. نو اكيوت سيمبتومز. لدرجه ان العيان ممكن يجي في المراحل المتاخره اللي بيحصلوا فيها هنقول دلوقتي كومبليت لوس اوف فيجن وبليرنج اوف فيجن. حتى ان انت سيمبتومز حتى ان انت سيمبتوم بتبقى حاجات نون سبيسيفيك. اسمع بقى، حاجات نون سبيسيفيك. اسال سؤال بس، هو ليه ما تبقاش سيمبتوم في حاجه؟ عشان هي حاجه كرونيك وماشيه بالتدريج، صح كده؟ عشان هي حاجه كرونيك وماشيه بالتدريج. حتى لما يدي سيمبتوم بص 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 ايه؟ بيدي سيمبتوم ما لهاش اي سبيسيفيك خالص، يعني هيدك هيدك ما انا عندي هيدك. وانتوا تلاقي عند عندكم هيك طالعين الصحه العامه اغلبكم اكيد عندكم هيك اكيد. اه والله العظيم مهزر، وهتطلعوا بعض الحصه دي هيك اكتر واكتر، صح؟ هل الهيك ده حاجه سبيسيفيك؟ ادي حاجه معنى ممكن يعمل ايه تاني؟ لما بيحصل ارتفاع في ضغط العين هتقول الكلام ده ان شاء الله بكره في الحصه الجايه باذن الله، بيبدا يحصل تاكل. اتفضل لا حضرتك كمان هرد بس حضرتك كمان عادي. طب ماشي بص يا سيدي يا عم، بص شوف بقى عطيه برضه حته، عطيه برضه حته. حتى لما يدي سيمبتوم هيبدا يدي سيمبتوم مش سبيسيفيك زي الهيدك. وبعدين ان شاء الله الحته الجايه باذن الله بيحصل تاكل في الشبكيه في الاعصاب بتاعه العصب البصري دي، فمجال الابصار بيتاكل. لو تاكل مجال الابصار الطرفي يعني اطراف الشبكيه اتاكلت والاعصاب بتاعتها اتاكلت، واحنا بنحتاج الاطراف دي بالليل ولا بالنهار؟ طب انت طب بالنهار النور بيبقى زياده، بالنهار النور بيبقى زياده، فبيحصل لنا ضيق في الحلقه، فنشوف السنتر او الاطراف. بالليل بقى الضوء بيبقى خفيف شويه، فيبدا يحصل لنا اتساع في الحلقه، فنحتاج ان احنا نشوف مين؟ بالاطراف. فيقول لك ان العيان ده بيجي له ديلي دارك ادابتيشن. ديلي يعني متاخر، دارك ادابتيشن ما يقدرش يشوف، مش في الضلمه، محدش بيشوف في الضلمه، في الضوء الخافي. اكتبي جنب ديلي دارك ادابتيشن دي نايت بلايندنس. بيجيله زي عشاء ليلي. نايت بلايندنس. نتيجة التغيرات في الأطراف ولا في السنتر يا عم أدهم؟ الأطراف، بس دي برضه حاجة متأخرة. يعني عشان يجي يشتكي بيها بتبقى حاجة متأخرة. وعارفة لو كتير لو عيان كتير في الدكاترة تعمل له إيه؟ فيتامين إيه.
وده من ايه؟ اشهر سبب للعشاء الليلي اللي هو عدم القدره على الرؤيه الليليه نقص فيتامين ا. ده ممكن جدا جدا 90% من الدكاتره يا دكتور صباح ما يجيش في دماغهم الكلام ده، بيديله فيتامين ايه. ايه كمان يحصل له؟ ايه كمان؟ ركزوا بقى، ركزوا بالله عليكم عشان هتحتاجوا دلوقتي. دلوقتي انا لما بكبر في السن بحتاج ان الدكتور يعمل لي نظاره اقرا بيها. يعني انا ببقى طول عمري ما لبستش نظاره، فبعد سن ال 40 كده يعملوا لي نظاره. اه عارف تحس الناس الكبار كلها تمسك الجرايد كده عامله كده. انا كنت فاكر انهم بيتنكوا. لا مش تنكه ولا رزاله، جدي كان كده كنت فاكره ان هو تنك يعني لحد ما فهمت مع الوقت. لا الحقيقه ان هو ما بيقدرش يشوف القريب فبيضطر يبعدها كده. فنعمله نظاره عشان تخليه يشوف قريب. فعارفين اللعبه دي اسمها ايه في الفسيولوجي؟ بريس بايوبيا. بريس بايوبيا يعني شيخوخه الايه؟ الابصار. انتوا عارفين مين بيعمل الاكوموديشن؟ مش مهم تعرفه اقول لكم ايه. اللي بيعمل اكوموديشن ده حاجه اسمها السيلياري ماسل بمساعده العدسه بتاعت العين. السيلياري ماسل العضلات دي بمساعده العدسه بتاعت العين. هما بيقولوا لحضرتك لما بتكبري السيلياري ماسل بتاعتك بتضعف، فيبدا ان انت ما تقدريش تعملي اكوموديشن، فما تقدريش تبصي في القريب، فيجي لك الشخوخه بتاعت الابصار ديت فتضطري ايه؟ شخشوخه. يجي لك الشخشوخه بتاعت الابصار دي فتضطر تلبسي نظاره القرايه. صعب اللي انا قلته ده؟ لا مش صعب. ما الجواب اللي انا بقوله بقى؟ الراجل ده هيخش بتاع البرايمر اوبن اند الجمجمه ده، هيخش بالبريس مايوبيا بدري شويه. يعني ان كانت هتبدا معاه 45 ده السن اللي مكتوب يعني في الكتب، تبدا بدري على 41 42. ليه بقى؟ لما يكون في ضغط عالي جوه العين دي مش هيبقى ضاغط على النيرف بتاع السيلياري ماسل، وضغط على السيلياري ماسل شخصيه هيخليها قويه ولا ويك؟ ويك. يبقى الاكوموديشن قوي ولا ويك؟ ويك. يبقى عنده بريس بايوب. ريلي مين دكتور قاعد في عيادته هيجي له عيان 41 سنه بيقول له ما بقدرش شهر كويس او 43 سنه وممكن ينتبه للحكايه دي؟ الي صعب. يعني عايز حد فاطم يعني. عايز حد وعايز المريض اصلا يجي يعمل نظاره اساسا. قدرت انت من اهالينا يا جماعه بس كلنا كده. كتير جدا يقول لك ما يجراش حاجه، انا ما كنتش بقى انا بقيت كنت بقرا كده بقيت بقرا كده ولا بقيت بقرا مش فاكر حاجه يعني. هو مش هيجي احنا اصلا بتاع 50 سنه ولا حاجه. والله ما بهزر بتكلم بجد كده. يعني في حاجه كمان هتحصل له وبرضه مش سبيسيفيك مش هتلتفت اليها قوي اللي هي الايرلي بريس بايوبي. حصلت بدري. بدري ليه؟ عشان البريسنج الضغط على السيلياري نيرفز والسيلياري ماسل خلت ان في ويك ماسل كويك اكوموديشن. غالبا غالبا يا عم بيتر لما يحصل الحاجه الاخيره دي ان يجي العيال لما يحصل له بليرنج اوف فيجن وماركت او كومبليت لوس اوف فيجوال فيه. يعني معلش انا احب اذكر بالخير يعني الراجل ده الراجل الناس قريبنا يعني البنات كلهم رايحين نزورهم، فانت عارف طبعا كل ما يلاقوا دكتور اي حاجه لازم يطلع عنده حاجه من الحاجات دي. يعني انت لو دكتور بطنه لازم يتقال لك بطني وجعاني، هو مش كده البطنه راجعه. اسمع يا دكتور عبد الله والله بتشتكي من ايه يا عم السيد؟ قال والله ده انا عندي تعب جاب خير. قال انا اسمع بس الحوار ده اسمع. قال انا ما هو بص لندن ليون. لا لا ده شكوى لذيذه جدا. لما بص لندن ليون بعناية الاثنين بشوفها كلها. لما بخدني عيني الشمال ما بشوفش نصها بس. ركزني بالشكوى بس. قال لك انا بقى فطر 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 قوي. لما بيخاف الشمال ما بيشوفش من اللمبه نيون غير النص بس وبقيه اللمبه طايره. مجال الاقتصاد اخباره ايه؟ ضاع كله مش تقيت له غير ايه؟ غير المبنى. اتكلم ده عن السيد؟ اه والله اتكلم ده. تعالى عامل سيد لسه بالضغط ضغطه في السماء 25 و 26 مجال ابصار ضايع خالص. قاع العين الديسك متدمر. هو غصب عنه برضه لان هو الحاجه ده جاله صداع، جاله صداع من الضغط العالي، بلالوت. مش كلنا كده يا ولاد؟ ريبو، ميبو، أي حاجة. آه والله. المشكلة إيه؟ المشكلة إن مجال الإبصار اللي بيقع ده ما بيشعرش بيه هو قوي لأن إحنا عايشين في إضاءة قوية. يعني مجال الإبصار اللي عمال يقع ده ما بيشعرش بيه قوي لأن إحنا عايشين في إضاءة قوية. ممكن تجلوش أو تغطي على الإيه؟ على فقدان مجال الإبصار ده. وكمان العين التانية مفتوحة بتغطي على العين التانية أختها. فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ نرجع تاني نقول المرض ده مرض دكتور ولا مريض دكتور؟ يعني مرض تستني المريض يجي يشتكي لك ولا تحاول انت تفحصي المريض اللي انت شاكه فيه؟ تفحصي المريض. مش هيجي يقول لك بصي
على فكره انا كذا فبتكتش لي ان هو ميه زرقاء. لا 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 ان هو برايفت اوبن هاند بيجوا. لا 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 عشان نلعب الدور المتقدمه. الدور المتقدمه في عدد اسمها سكريننج. ينزلوا الخطاب ده في الكوميونتي ينزلوا يعملوا سكريننج للبني ادمين اللي فوق سن ال 40 سنه عشان يطلعوا منهم مثلا ايه 15 20 واحد عندهم برايمري اوبن هاند جلوكوما وما يعرفوش. يبقى نقول تاني سيمبتومز نو اكيوت سيمبتومز. السيمبتومز كلها نون سبيسيفيك. هيدك ديلي دارك ادابتيشن ما بيشوفش كويس بالليل نايت بلايندنس. ايه اللي بريس بايوبيا وممكن جدا في المراحل المتاخره يجي بليفنج اوف فيجن وكومبليت لونج اوف فيجوال. عشان كده اعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى نفسك في التشخيص. فالمرض مرض سايد. تخيل ان الساينز دي احنا هنقضي معاها الحصه ديت والحصه اللي جايه كلها ان احنا ناخد الساينز دي فتفوته فتفوته ونتكلم عنها بالتفصيل. لانه واضح ان انت ممكن بمعلوماتك تنقذ مرضى كتير جدا من العمى. صح ولا انا متهيألي؟ ممكن تنقذهم. فلازم نحط المعلومات على بعضها. قالك عشان اشخص المرض ده لازم كذا شرط. اولا يكون العيان اضل يعني كبير يعني في السن يعني يكون سحر كبير كده. الكلام ما تقدريش تقول ابراهيم لو من عندي الجلوكوما فعيل صغير. في مشكله اكتبي اضل دي. اكتبي اضل عشان الدكتور وائل هيجي بياكد عليها. اضل اضل بياكد عليها بياكد عليها. السايد واربع حاجات تانية واربع حاجات تانية واربع حاجات مربع بقى. ركزي بقى سيبك من اضل دي خلاص فك منها. ساين معتمده على اربع حاجات. اولا الاي او بي ها. ثانيا الاوبتيك ديسك اللي هو الاوبتيك نيرف هيد تشينج. ثالثا الفيجوال فيلد تشينج. رابعا جونيوسكوبي. جونيوسكوبي جونيوسكوبي يعني ايه؟ يعني examination of the angle. جونيوسكوبي يا صفوة في الانجل اوبن ولا كلوز؟ اوبن اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما. خلاص جونيوسكوبي دي انا مش هرجع لها تاني مش محتاجها. اوبن وخلاص علامة صح. يبقى انا فاضل لي ثلاث حاجات لازم اتكلم عنهم بالتفصيل. ضغط العين، تغيرات العصب البصري الاوبتيك ديسك، تغيرات مجال ابصار الفيجوال فيلد. انت ناخد النهارده الاي او بي ان شاء الله والاوبتيك ديسك نكلم عنه. وبلاش اتكل عليكم النهارده، المره الجايه ناخد الفيجوال فيلد. ماشي يا ستي؟ اتفقنا؟ اسمع بقى ما ماتش انت بقى برشلونه ولا 10 انا عايز 10 ولا 11 يا جماعه لسه برشلونه بسم الله الرحمن الرحيم. ضغط العين ضغط العين دول ما دكتوره بس كام بجد؟ ايه ده كله عشان تسال سؤال؟ على دماغك فاضيه صحيح. ضغط العين نورمال من كام لكام؟ ها؟ من 10 الى 20 ملم مربع. جميل. لو ضغط العين عالي قوي والانجل اوبن هل عندك شك في اي حاجه؟ لو ضغط العين عالي قوي بتتكلمي ب 35 والانجل اوبن هل عندي شك في اي حاجه؟ ولا عندي شك. لا هاي اي او بي مع اوبن انجل انت يا خلاص. طب نورمال اي او بي يعني 18 مثلا هل النورمال اي او بي اكسكلود الدايجنوزز؟ هتلخبطوا هتلخبطوا. فعشان تتلخبطوا لازم تعرفوا التشبيه اللي انا هشبهه ده. عشان اشخص البرايمري اوبن انجل جلوكوما اللي اختبر ساعات الدكتوره صباح بتقول لك عليها بواك. ولو قلت الامتحان بواك هتبقى مشكله كبيره جدا. فاحنا بينا وبين بعض ماشي بواك.
لكن هي بتتكتب كده لكن بتتنطق برايمري اوبن انجل ايه اصلا منتشره دي لا بواك بواك طبعا انت عارف مش عارف اسمها بواك اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما مره في سنه من السنين طارق بيقول لي على فكره دكتور السراو مهم جدا السراو انت عارف السراو ده ايه حاجه اختصارها كده السراو قلت له السراو قلت له انت عارف بص عبد في طلبه شاطره ممكن تفوق معلومات الدكاتره بتاعتها كل مره ده انا ما سمعتش عنه فطلع يا ستي قال ايه سنترال ريتينال ارتي اوكلوجن مع عمرنا ما نطقناش سراو وهو الطلبه اصطلحت على تسميته كده اخد بالك ده الاسم مش هنقول سيرفو شوف حاجات سواء المهم حضرتك ماشي بواك بس هي برايمري اوبن انجل ايه جلوكوما اعرفي بس التشبيه ده عشان اتلخبط انا عشان اشخص البرايمري اوبن انجل جلوكوما كاني بلعب بازل عارفه البازل لو بتجمعي القطع دي انا عايز اجمع ثلاث حاجات على بعض ها ضغط مع شكل العصب البصري الديسك مع تغيرات مجال الابصار عشان اكون صوره مكتمله واقول ان العيان ده جلوكوما فهتفاجئ بالوضع الآتي عيان جالك ضغط عينه كويس بتبص في قاع عينه لقيت التغيرات بتاعت قاع العين تشبه لحد كبير تغيرات قاع عين الجلوكوما مجال ابصاره يشبه لحد كبير مجال ابصار الجلوكوما بس ضغط عينه ايه كويس هل النورمال اي او بي اكسكلود جلوكوما لا على فكره الاي او بي النورمال ده ممكن يكون مش نورمال على فكرة الـ IOB نورمال ده ممكن يكون مش نورمال وتقدري تكتشفيه عارفة ازاي؟ ركزي بقى خالص ركزي بقى خالص عشان تلخبط إن كان الضغط عالي قوي والأنجل مفتوحة قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان خلص الكلام انتحر الكلام خلاص لا جلوكوما خلاص شوف لك حتة تمام؟ لكن هي المشكلة إن الضغط يكون طبيعي وأنت شاكك إيه اللي شككك؟ بقية الحاجات التانية الديسك أو الفيل لو الضغط طبيعي الجا الى الديفرنس ما بين العينتين نورمالي الديفرنس ما بين ضغط العينتين لا يتعدى 4 لو اتخطى 8 ده دايجنوستيك ان فيه مشكله حضرتك الله فاهم حاجه ضغط اليمين 19 والشمال 10 هذان الرقمان في حكم الارقام نورمال لان الرينج من كام لكام؟ من 10 ل 20 الاثنين نورمال صح كده؟ لكن 19 دي النورمال دي بعيده عن اختها باكثر من 8 يبقى 19 دي رغم ان الرقم يبدو ليكي نورمال الا انه في مشكله مفيش في مشكله في مشكله اقول تاني يبقى الديفرنس بتوين تو ايز ها الديفرنس بين ايه تو ايز الدايورنال يعني اليومي دايورنال فاريشن ان ذا سيم اي دايورنال خلال الدي خلال نفس اليوم الطبيعي ان ضغط العين في الصباح الباكر اعلى ما يكون وفي المساء ان ذا اقل ما يكون يمكن يعرف هذا يرجع الى ان افراز الكورتيزون صباحا في الفجر اعلى ما يكون كانوا زمان بيقولوا لنا وانا انا ما بعرفش احل الكلام بس كانوا زمان يقولوا لنا تصحى قبل الفجر وراس الباكر بصراحه اللي بيعمل كده ده احسن ساعتين مذاكره هم الصبح دول بيقول لك اشمعنى الصبح ده احسن افراز للكورتيزون الصبح الكورتيزون بيزود التنبيه وبيزود الايه الالرتنس بس المشكله ان الكورتيزون بيعمل ايه في ضغط العين بيعليه فمتوقع ان البني ادم الطبيعي ضغط عينه صباحا اعلى شويه من ضغط عينه ايه مساء لكن لا يتخطى الفرق في اي حال من الاحوال 4 لو ضغطت 8 يبقى في مشكله والله ما فاهم حاجه والله اجي للراجل ده وانا شاكك فيه ادخله المستشفى معايا ونقيس له الضغط خلال فترات اليوم كل 4 ساعات خلال فترات اليوم ده اللي نقيس الضغط طول اليوم مفروض ضغط عينه صباحا هيبقى عالي لان اليمين هي العين اليمين مفيش غيرها عالي على المساء لكن لا تخطى الفرق كام 4 صرت قيستيه الصباح الباكر لقيت 19 وان ذا ايفنينج 10 فحكم الارقام الرقمين دول 100 100 ولا فرق الجمعيه لكن الفرق بينهم صباحا ومساء في نفس العين تخطى الرقم الذهبي اللي هو كام؟ 8 ما في مشكله ولا فيش مشكله؟ في مشكله. اقول تاني؟ لازم نغيرنا الفاريشن في انه اي في السيم اي في عين واحده. لكن كان في قبليها نقطه يا عمرو اسمها ايه؟ ديفرنس بتوين ايه؟ التو اي. والفيصل بيننا الرقم كام؟ 8. طب حد مذاكر؟
ان كروجر جلوكوما برضه كان الفايتر فيها الرقم كام؟ 8 برضه لحد الان مش مهم. هنعمل له بروفوكيتيف تيست. بروفوكيتيف تيست بروفوكيتيف تيست كده نستثيره نخشه ننكشه. اه كان بيقول كده دكتور بكري اه ننكشه. هننكشه ازاي بقى؟ ركزي بقى، خلينا نفكر في فكره الاختبارات قبل ما نعملها. هو الراجل ده التصريف اخباره ايه؟ تصريف قليل صح، تصريف قليل. طيب لو انا زودت الافراز، ثانيه واحده، التصريف عند الراجل ده قليل، يعني الحوض تقدر تقول ان هو ايه؟ مش قوي، لا مش مقفول، ضيق يعني، مش الفتحات مش واسعه. لو زودت الافراز الضغط الاجرامي جوه العين انا لو زودت الافراز بتاعك انت ضغط عينك هيزيد، بس مش بالدرجه اللي هيزيدها اخينا ده. واحده واحده بس. في اختبار اسمه ووتر درينكينج تيست، هيجي العيان صايم اشربه لتر من الماء، لتر ميه. انت عارف لتر ميه ده هيمتص وهيخش الدم هيزود البلاد فوليوم. والاكواد جاي منين؟ من البلاد صح كده، الاكواد جاي من الدم، فيبدا السكريشن بتاع الاكواد يجرى له ايه؟ يزيد. وابدا اقيس له الضغط بعد شرب الميه بتاعه. انت لو راجل طبيعي الضغط قبل شرب الميه وبعد شرب الميه يزيد اخره خالص 4، مش فاهم حاجه. هيجي لي احمد هقيس ضغطه الاقيه 12، الراجل ده 100 100 اهو، اشربه لتر الميه واقعد اقيس له الضغط كل ربع ساعه لمده ساعه، يعني 4 مرات خلال الساعه. المهم في اخر الساعه هلاقي احمد بدل المثل يبقى 15، بالكتير قوي يبقى 16، يعني الفرق كام؟ 4. لكن لو قيسته كان قبل الاختبار 12 لقيته بقى 21، يبقى الفرق اكتر من 8، ده دايجنوستيك ان عنده مشكله. فهمت حاجه؟ كاتب انا سطر في الاول جنب البروفيتيف تيست ده سطر فيه الشبه، كاتب كده، كاتب ثلاث اسهم، كاتب ثلاث اسهم. بصي فكره الاختبارات، بصي تزويد السكريشن تعمل فوق، هو بما ان في نقص في الفلو تعمل تحت، يبقى الاي او بي هيجرى له ايه؟ هيزيد تعمل فوق. فهمت حاجه؟ يعني انا هدور السكريشن تعمل فوق، وما ان الاوت فلو قليل تعمل تحت، الناتج النهائي من الاي او بي هيزيد تعمل فوق. خدت بالك ازاي؟ بس في الطبيعيين يزيد اقصاه 4، عند الراجل ده يزيد كام؟ اكتر من 8. نفس الفكره اكزاكت مور، نفس الفكره بالظبط، ان انا اعمل اختبار اسمه بريسكول تيست. بريسكول تيست ايه بقى القصه دي؟ ولا حاجه خالص، عادي جدا. انا هحقن تحت الكونجنكتيفا، يعني ادي العين اهي كده، هجيب حقنه احقنها تحت الكونجنكتيفا من ماده اسمها البريسكول. انت لو عرفت البريسكول دي بتعمل ايه هتعرف الدنيا ماشيه ازاي. البريسكول دي بتعمل في الاوعيه الدمويه فازو دايلاتيشن، فتبدا تعمل فازو دايلاتيشن، فتعمل فازو دايلاتيشن يعني تزود تدفق الدم. لما يزيد تدفق الدم السكريشن يجرى له ايه؟ وبما ان الاوت فلو قليل الضغط هيجرى له ايه؟ هيزيد. بس هنا الارقام للاسف يا حسام مش 8، فلو مش عايز تحفظ له ارقام مش مشكله، لكن تركيز الماده اللي هي البريسكول، انا بحقن 10 مللي جرام بريسكول. لو زاد الضغط ما بين قبل الاختبار وبعده عن 11 الى 13 ده سسبيشس، لو زاد اكتر من 14 ده دايجنوستيك. يعني ايه؟ يعني انا استلم الضغط قبل الاختبار كان 10، لقيته في نهايه الاختبار 21، يبقى الفرق 11 ده مشكوك في امره، لكن لقيته 24 او 25 او 26 ده يشخص خلاص ان هو فعلا عنده مشكله. لو تاني فكك من الارقام مش مشكله. نعم اتفضل. لا لا سجستيف ده شكاك. بص بالظبط انا مش بشخص، بس يعني انا بقول الكلام ده تاني لان انا قلته اولاني، بس انا بقوله تاني، انا مش بشخص بايتم يا دكتوره ساره، نيفر انا بشخص بايتم، نيفر ما بشخصش بايتم خالص، ما بشخصش بالضغط ولا بشخص بقاع العين ولا مجال الصرف، لازم تحطهم الثلاثه على بعض. فهو بيتحرى الثقه وبيكتب دايما سجستيف. وكمل بقى، كمل مع بقيه الحاجات الثانيه. تمام؟ احنا تهنا صح يا دكتور؟ تهنا صح؟ تهنا
لا والله تهبط. لو الضغط عالي والانجل مفتوحة خلاص بالظبط خلص الكلام وده جلوكوم. لو ضغط نورمال اكسكلود الجلوكوم ولا ضموط اكسكلود؟ ضموط اكسكلود. فانا ارجع الى الوقت سبحانه وتعالى والى شويه اختبارات في ايه؟ ديفرنس بتوين التو ايز لا يتخطى اربعه تخطى ثمانيه يبقى خلاص يبقى في مشكله تجست ان في مشكله. دايورنال فاريشن في نفس العين ان ذا مورنينج عالي ان ذا ليت ايفنينج قليل الفرق لا يتخطى اربعه تخطى ثمانيه يبقى في مشكله. بروفوكيتيف تيست هنحاول ننكشه نغزله كده نشوف هيعمل ايه نشوف كده تفاسيره هنعمل ايه. ووتر دريكنج تيست اشربه لتر ميه نشوف الفرق ما بين قبل لتر الميه وبعد لتر الميه بساعه. بريسكول تيست احقن الماده دي واشوف الضغط هيرتفع قد ايه. واخر حاجه خالص حاجه اسمها تونوجرافي الكتاب كاتبها وبعدين حصل انقطاع في الماده الخام وما كتبش اي حاجه بعدين تونوجرافي. فخلينا نفهمها وبعدين نشوف ايه القصه. تونوجرافي ايه الحكايه بقى؟ حد عارف جرافي يعني ايه؟ جرافي يعني رسمه. وتونو تونو برضه دكتوره ساره برضه تونو يعني تنشن فاحنا نعمل ايه؟ عندنا جهاز بس يا واد عندنا جهاز حديد بيسأل على نوع الشبشب. هتشوف كل واحد له يوم يا ده ينفي طبعا الدماغ مش انا. طب يلا يا عم بص يا سيدي دلوقتي انا حديث ما لو فاكرينها ما شيد ده بيقيس ضغط العين حاجه حديد كده بتنزل تحاول بصي تحاول تعمل اندنتيشن يعني تحرس كده بالطرانيه وبناء على تحرك المؤشر نقدر نقول الضغط اخباره ايه. طيب انا هوصل الشيد ده بحاجه الكترونيه كده بحيث كل قرايه يسجلها لي. انا هحط على العين اربع دقايق بينزل كل ربع دقيقه يسجل قرايه ويطلع. انا طبعا ناجح في الابتدائيه فتعرف النوم 16 قرايه ماشي كل ربع دقيقه لمده اربع دقائق فيبقى 16 قراءه. اللذيذ ايه؟ اول قرايه هتبقى هنا كده ثاني قرايه اقل منها لان الجهاز ده لما نزل سجل قرايه بس في نفس الوقت عمل ايه في الاكواس؟ زقوا دخلوا جوه مين؟ ترابيزة كولر مشوا فتاني قراية اقل شويه اللي بعدها اقل 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 لحد ما اوصل لبلاتو يعني كيرف هيبقى عامل كده لان الاكواس اوت فلو اخباره ايه؟ كويس ده لا نورمال. لو عنده جلوكوما هي الجلوكوما المشكله في مين؟ الاول فلو فاول قرايه اللي بعدها تبقى اقل بس مش قوي اللي بعدها مش قوي كده يعني الكيرف هيبقى عامل ازاي؟ هل في فاسيلتي سهوله في الاوت فلو زي الاولاني ولا مش قوي؟ مش قوي. خدت بالك الفكره ايه؟ فلو انت من بتوع كتاب القسم يا ريت تكتبي الثلاث اسطر اللي انا هبنهم لك دول. لو انت من بتوع مذكره افتح برضه. الكترونيك شويد الكترونيك شويد تونومتر continuously glazed over the cornea for 4 minutes. Electronic shades tonometer continuously glazed over the cornea for 4 minutes.
اي او بي ميجر افري ربع منت اند كيرف الدرون. ضغطي قال كل ربع دقيقه ونرسم كيرف فروم ذا كيرف من خلال الكيرف الفاسيلتي اوف اوت فلو ايكوز اوت فلو كالكوليت. وتروحي مسميه كده ورسمه كيرفين كيرف ربنا كرمه ونازل لتحت كده تكتبي عليه ايه؟ نورمال. وكيرف ربنا مش كرمه كده ومش راضي ينزل بسهوله تكتبي عليه بواج. مش عارف اسمها بواج برايمري لوبي انجل ايه؟ جلوكوز. فهمتوا الفكره ايه؟ انا برضو بستغل العيب. هو العيب فين يا احمد يا مرسي؟ في الاوت فلو. اقول تاني؟ ولا تاخد ريسك كده يا مرسي؟ اه في بكره ان شاء الله الساعه 12 ان شاء الله. شايف انت مظبوط؟ لا يا عم النهارده هيعدي على خير؟ او بالبروفوكيتيف تيست اللي هي يا ووتر درينكينج يا بريسكول واخر حاجه بالتونو ايه؟ تونو جراك. فاضل لي حاجتين كمان اقدر اشخص بيهم او يقدر يتعاملوا في التشخيص الاوبتيك نيرف هيد تشينجز واخر حاجه خالص الفيجوال تي. عايز تيجي خالص اللي فاضل بقى خالص كده وتخليكي معايا كده في شويه حاجات اللي عاوزها دلوقتي. في حاجه اسمها فحص قاع العين. فحص قاع العين ده بيتم بجهاز اسمه اوبسالموسكوب. اوبسالموسكوبي. تمام. احنا قبل ما نفتح قاع عين اي حد بنحط له قطره نوسع بيها الحدقه. شايف الحدقه واسعه ازاي؟ وبنلبس الجهاز بقى على راسنا ولا جهاز الاوبسالموسكوب هذه الطاسه اللي على الراس. تمام. ونمسك العدسه في ايدينا عشان نبص على قاع العين. طيب دلوقتي انت بتبصي على قاع عين واحد
متوقع ان انت تلاقي مين جوه او تشوفي مين جوه؟ ادي العين اهي، وانا ببص على القاع بعد ما وسعت الحدقه، يبقى انا ببص كده بلاقي اول طبقه من جوه اللي هي الريتنا الشبكيه، صح؟ طب تمام، فهتشوف المنظر ده، ده المنظر بتاع قاع العين النورمال. نيجي معايا خالص بقى، ده منظر قاع العين النورمال. في كذا نقطه، اولا في منطقه اسمها الديسك، في منطقه اسمها الديسك، وفي منطقه عباره عن شويه اوعيه دمويه فيزلز طالعه من الديسك، وفي المركز. المركز حاجه اسمها المكله. نبدا بالمركز. المركز حاجه اسمها المكله، دي منطقه كبيره، السهم ده غلط مش صح، يعني المكله دي منطقه كده قد كده، حاجه كبيره كده حوالي ده رقم كده هناخد في الريتنا ان شاء الله 5.5 مللي، مش قضيتك مش قضيتك. يبقى المكله هي السنتر، نص المكله، نص المكله اسمه الفوبيا، مش اسمها فوبيا في الكرامل، يعني كان الفوبيا هي نص النص. يعني كأن المكلة هي السنتر اوف ريتنا. بصي، والفوبيا هي السنتر اوف مكلة، يعني الفوبيا هي السنتر اوف ذا سنتر اوف ذا ريتنا. زي الفل. نيزل، نيزل يعني ناحية من خارك، بيطلع او بيتكون حاجة اسمها الديسك. ايه الديسك ده؟ ركزي خالص بقى، افتح المركب دلوقتي. العين مقفولة اهي، وراها العصب، صح؟ صح ولا انا بدايقلي؟ بداية العصب البصري ده جوه العين، هو ده اللي اسمه اوبتيك نيرف هيد، هيد راسه، أو اسمه اوبتيك ديسك، خد بالك ازاي؟ طب هو العصب البصري ده أصلاً عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن كل الفايبرز اللي في الشبكية، اللي جاي من هنا، واللي 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 جاي من هنا، فايبرات كتيرة جداً جايه بتجمع نفسها عشان تخرج من خلال هذا الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك ديسك. يعني كان الاوبتيك ديسك ده مخرج للاعصاب. وفي الاخر الاعصاب اللي هتخرج من العين اهي، في الاخر الاعصاب اللي هتخرج من العين دي بتجمع مع بعضها في الخرطوم ده او في الحبل ده اللي اسمه الاوبتيك ايه؟ اوبتيك نيرف. فاهمين انا بقول ايه؟ طب تمام. هيقفل لي يا عم النور. يبقى اذا دلوقتي الديسك موجود فين بقى؟ بالصلاه على النبي كده. ها؟ طب والسلام موجود فين تعتك؟ نيزل ولا سنتر؟ لا لا ده نيزل، نيزل للمكله. تمام، يبقى الديسك موجود نيزل. طيب الديسك ده مفروض ان لونه بينك زي ما انت شايف اهو، مورد كده. المفروض انه في الحتت البينك دي في نيرف فايبر، حاجات صغيره جدا بس مش هنقدر نشوفها دلوقتي. انا عايز تكبير جامد جدا جدا، ده نيرف فايبرات، حاجات صغيره خالص. ربنا خالق في وسط الديسك ده حفره. ربنا اراد ان يخلق في وسطه حفره، حته فاضيه اسمها القبض، فاضيه مفيش فيها اعصاب، يعني اعصاب 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 اعصاب، والحفره دي فيها اعصاب ولا مفيهاش اعصاب؟ مفيهاش اعصاب، ده اسمه القبض. الدايره كلها اسمها الديسك، حفره وهي فعلا حفره. الحفره اللي في النص دبرس شويه واطيه شويه، نتكلم عنها دلوقتي، اسمها ايه الحفره دي؟ القبض. ربنا خليها ليه؟ عشان خاطر تطلع منها الاوعيه الدمويه اللي هتغذي الشبكيه، وتخرج منها الفينز اللي واخده البلاوي من الشبكيه. لو لاحظت كده، بص هنا كده في النص، هتلاقي مين طالع؟ اوعيه دمويه. خدت بالك ازاي؟ افتح النص. يبقى ربنا خالق الكف، ولو بصيت للكف ده كمنظر جانبي هتلاقي حته دبريست كده، كمقطع هتعمل كده. يعني كل ده كده الديسك اللي انا رسمه. الكب ده واطي شويه، منخفض في المكان. ده مرتفع شويه بحكم ان جوه منه نيرف فايبرز رفعاه شويه. ده واطي فين؟ ماشي؟ واطي يعني مش وحش، يعني واطي يعني ديبريست فين؟ شالو ديبريشن. بالظبط 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 شبه الصحن اللي بنحط عليه فنجان القهوه. شفت الصحن بتاع فنجان القهوه؟ الصحن ده هو الديسك. دايما الصحن يبقى فيه في الوسط ايه؟ حته دايره كده في النص ديبريس عشان ينزل عليها الفنجان بالظبط، صح كده؟ الصحن كله هو الديسك. والحته الديبريس دي هي مين؟ هي القبض. خدت بالك ازاي؟ بحيث انه
لا التعليقات بتبقى حلوة عطية. طب لو ورفيش قال ايه هضربكم كلهم مش فاهم. بالنسبة لمجموع حجم الديسك لا يتخطى 3/10. نورمالي الكب تو ديسك ريشيو 3/10. ايه النور كده لحد كده احنا مش فاهمين حاجة. بص الراجل ده كده، الراجل ده احنا مركزين على صورة الديسك بتاعه. الديسك فرايك كويس ولا لا؟ الكلر بتاعه ايه؟ بينك. الحجم تقريبا 1.5 ملي. في حته فاضيه هي ديبريس، حته مش باين، مش باين الديبريشن قوي، بس هي باين انها حته فاضيه. بص 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 الديسك بينك، الحته الفاضيه لونها ايه؟ ابيض، لان باين مين من تحتيها؟ السكليرا. صح ولا انت يعني مش الريتنا دي وراها كرويبا السكليرا؟ مفيش في المنطقه دي كرويبا، بس في سكليرا. وطالع مين من جوه هنا؟ الاوعيه الدمويه اهي طالعه اهي، متفرقه فوق وتحت وشمال ويمين ومش عارف ايه، واحد فيهم ارتري واحد فيهم فين. صعب الكلام ده؟ تمام. فدلوقتي الديسك بينك والقب ابيض اهو، والقب حجمه قد ايه؟ تقريبا التلت. على فكره بيسموا الجزء البينك ده، يعني ده كده قب، بيسموا الجزء البينك ده حاجه اسمها نيورو، مكتوب كل الكلام مكتوب، نيورو ريتنال ريم. ريم يعني حرف، نيورو ريتنال يعني ايه؟ يعني اللي جاي من الريتنا للنيرف. بص بص لو ركزت كده هتلاقي حاجات ماشيه كده، حاجات جايه كده ماشيه كده. ملاحظه ولا متهيألي؟ هي دي النيرف فايبر اللي داخله بعد كده مين؟ الديسك. فين في الديسك بقى؟ في الكب ولا في الحته اللي حواليه؟ اللي هي الريمه دي، اللي هي النيورو ريتنال ايه؟ ريم. بص بقى الكب هنا، قول لي سليم ولا تعبان؟ تعبان. حجمه كبير جدا. افتح النور عشان نعرف الاوبتيك نيرف، عشان نعرف الاوبتيك نيرف هيد تشينجز اللي هي عنده في الصفحه دي، اللي هي ممكن تشيل كلمه اوبتيك نيرف هيد وتحط بدلها اوبتيك ايه؟ ديسك. اعتقد مكتوب عندك اوبتيك نيرف هيد، ولا او انا بقول لك اكتبي كمان فوقيها اوبتيك ديسك، عشان تعرفي ايه اللي بيحصل في الجلوكوما لازم تعرفي ايه النورمال. هو ايه النورمال؟ ايه النورمال؟ النورمال هو اللي كاتبه عندي، النورمال هو اللي كاتبه عندي، ان الكلر لونه بينك، الحجم حوالي حجم الديسك كله حوالي 1.5 مللي، بعدين في السنتر، بصي بيل سنترال ديبريشن كولد فيسيولوجيكال كاب، حجمه 1 إلى 3 بالنسبه لكل الديسك يعني. وفي بعد كده حاجه اسمها نيورو ريتنال ريم حوالين منه. عندك في الكتاب وفي المذكره شرح النيورو ريتنال ريم، هنأجله الحصه الجايه. ما تشغلش بالك. نيورو ريتنال ريم. ولا نقوله؟ طيب طالما انتوا عايزينه الحصه الجايه يبقى طالما انت متحمس كده بقى. بص يا عم المتحمس، كلام سهل كلام سهل، وعايزين تاني الحصه الجايه. اسمع بس كده. المراد الجاي كمان الديسك اهو، الديسك ده نيزل ولا فين مراد؟ خليكم معايا الكلام مش سهل. مين اللي في النص؟ ايوه مكتب.
اللي في النص كده منطقه اسمها ايه المكن، وادي الاوعيه الدمويه بس مش هلخبط الرسمه بقى. بيقول لك ان الفايبرز اللي جايه من الشبكيه كلها مقسمه نفسها على اربع انواع، نوع جاي من المكنه ده اسمه بابيلو ماكيولار باندل. بقول لك ايه ماكيولار فايبرز وخلاص، بابيلو دي لاتيسك يعني ماكيولار فايبرز وخلاص. ونوع جاي هي الماكلة دي تمبرال الديسك صح؟ الماكلة تمبرال الديسك صح ولا بيتهيألي؟ ونوع تاني جاي تمبرال بس ما هواش ماكلة. خد بالك ازاي؟ يعني الماكلة ماكلة. في ناس تانية تمبرال فايبرز بس ما هياش ماكلة. وبتاخد شكل قرش، بتاخد شكل قوس كده. قوس فوقاني وقوس تحتاني. يسموا الفوقاني سوبيريور اركوت والتحتاني انفيريور ايه؟ اركوت. مفهوم الرسمة في المذكرة بعد شوية، بعد شوية في المذكرة. أيوة بعد شوية في المذكرة، مش مرسومة في الكتاب خالص، مرسومة في المذكرة صفحة 109. نعم 109 تمام. بعدين يا أحمد خلاص كلام، خلصت الكلام أنا خلاص خلصته. بص خلصته. بعدين في فايبرز من النيزر سايد ملهاش أنواع، هي نوع واحد بس اسمه نيزر بس خلاص. يبقى النيورو ريتنا الرنة ده بتكون من كام بندل او من كام ناحية او من كام حاجة؟ من اربعة. اولها حاجة اسمها ايه؟ ماكيولا. اتنين وتلاتة سوبيريو انفير اربك، وبعدين اربعة ايه؟ نيرا. ارمي الكلام ده بالزبالة، هنقوله الحصة الجاية ارميه خالص خلاص. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل للديسك او للنيرف هيد بسبب الجلوكوما. هيحصل له تغيرات تجمع كلمة دو إناث. بتحصل تغيرات تجمع كلمة دو إناث. افعلي ذلك يا إناث. اعملي الواجب، اعملي الهوم وورك، اعملي أي حاجة. ركز بقى خالص. كلام والله عرفت الكلام، معلش أنا آسف. أنا آسف أنا ما بحبش الاختصارات دي، بس يعني مش هينفع غير كده. هتعمل إيه إناث بقى؟ ركز خالص. هو أنت لو بصيت بس، هو أنت لو بصيت على الديسك نورمال تلاقيه شالو ولا ديب؟ يعني الديبريشن بتاعه غويط ولا حاجه خفيفه؟ طيب ديسك اقتصادي اهو، والكب اقتصادي اهو، الكب اقتصادي اهو، ركزوا خالص، الكب اقتصادي اهو. هو ديبريشن شالو حاجه خفيفه، الضغط بدا يعلى، هيخليه شالو ولا يعمل كده؟ صح ولا بيتهيألي؟ بص كده اهو، اسمع بس، مش بهزر خالص، مش بهزر خالص، ولا اعرف ما اعرفش الهزار شكله ايه اصلا. انت خدت فكره غلط عني خالص انا فاهم. ده انا جد والله. بص يا سيدي اهو صح؟ الضغط عيني هيضغط في كل الاتجاهات، يبقى من الاول هيضغط عليه كمان ايه؟ باكورد صح ولا متهيألي؟ مش دي العين اهي كده؟ يضغط عليه باكورد فيخليه بدل ما كان منظره كده يبقى منظره كده. يا نهار اسمح الكب دي بقى عامل ازاي؟ يعني ديب. يعني ايه؟ ديب. مرسوم في المذكره كل حاجه. كل حاجه في المذكره. ديب عميق. الحاجه الثانيه صعبه ديت، ديب صعبه؟ كل ده بسبب ارتفاع الضغط. تاني حاجه بيبقى اوفر هانجنج. اوفر هانجنج دي كلمه مهببه. بين قوسين اندر ماين. لو انت في الباثولوجي وواجهتي بليجن بنفس المنظر ده توصفين نقولي عليه ايه؟ اندر ماين ايه؟ مش بيقول لك شبه الفلاسكا؟ اندر ماين يعني ايه؟ مش بس بيبقى غويط، ده غويط وداخل جوه كمان كده وداخل جوه كمان كده. الاوعيه الدمويه وهي طالعه من هذا الاندر ماين ايدج بتبقى اوفر هانجنج. ثواني هو كبر ربنا خلق عشان مين يطلع منه؟ الفيزز. طيب الفيزز دلوقتي كده طالعه بالطبيعي كده عادي ولا طالعه من حفره غويطه؟ طالعه من حفره غويطه. تخيل نفسك وقع في حفره غويطه، بتبقى نفسك تعمل ايه في الحفره الغويطه؟ صح؟ صح ولا متهيألي؟ نفسك تتسلقي وتمسكي على الايدج. يعني معنى كده الاوعيه هتلاقيها طايره ومتشعلقه من الايدج. صح ولا متهيألي؟ اكتبي جنب اوفر هانجنج، اوفر هانجنج متشعلقه بالظبط كده.
كلمة اوفر هانجنج دي يعني البيت المتشعلق. هوريها لك دلوقتي. متشعلقة مين كتر شيء؟ عين لام صاد ايه؟ ايه؟ متشعلقة. ركز خالص يا واد حتى دي صعبة ليه؟ خلينا نكون نعمل كأننا بنبص له يا عم الحاج. بنبص له اهو. بص له كده اهو. انت بتفحصه من هنا اهو كده وبتبص له اهو. انت بتفحص اهي. بص كده اهو. هتلاقي الوعاء الدموي كان ماشي كده في الأرضية وبعدين طلع لك هنا كده صح؟ الحتة دي انت شايفها ولا لا اللي على الإيدج دي؟ واللي في الأرضية؟ شايف. طب واللي مستخبية دي؟ شايف ولا يعني الجزء ده كده في مجال ابصارك موجود ولا مش موجود؟ موجود ولا مش موجود؟ فيتهيأ لك ان الوعاء الدموي اتقطع حتتين انت ربط. هي دي نفس يا ولا اوفر هانجنج متشعلة هي انت ربط. هي اللي سببها ان الايدج ايه؟ ده اندر ماين. هتلاقي الوعاء الدموي كان ماشي يعني ما عادش موجود وبعدين طلع في حته ثانيه خالص. الكورس بتاعه انت ربط. هو لما كان الديسك طبيعي والقبض طبيعي كان الوعاء الدموي انترابتد ولا انت شايفه كله من اوله لاخره؟ شايفه كله من اوله لاخره. اوريكم الصور دي دلوقتي. يبقى ديب اوفر هانجنج اوفل اوفل حط عليها علامه استفهام هيبقى سؤال الحصه الجايه ب 10 جنيه اللي بيعرف كم بيقوله لي. الحصه الجايه هنقول ليه هي اوفل الحصه الجايه. في الاول في البدايه خالص ايه دي؟ بيبقى فيرتيكالي اوفل في البداية خالص. الخطوة اللي بعد كده حجم الكف بالنسبة للديسك النورمال قد ايه؟ ده 10. طب اللي زق الكف يا احمد يا مرسي وخلاه دي مش ممكن يزق الطرفين بتوعه ويخليه اللارج جوايه؟ مش انتوا شوية فايبر ودول شوية فايبر المساحة الفاضية اسمها الكف. هيجي الضغط يزق دول كده ويزق دول كده. يبقى المساحة الفنية زي ما هي مدرسين كمساحة كاريا كويتس دي. يبقى بدل ما كان 3/10 اصبح ان لارجن. والسي دي ريشيو يعني ايه سي دي ريشيو؟ كب وديسك ريشيو زادت ولا ما زادتش؟ زادت. الحاجه الغريبه ان بيحصل ليزر شيفت للبلاد فيزل. ايوه الله يخليكي ركزي معايا مش مشكله الكتاب مكتوب فيه ولا المذكره مكتوب فيها ايه؟ بعد كده وعيشي معاها بس افهمي ان الكلام عايز فهم. الحته دي بتسيب كتير جدا. واحده انت قلت دلوقتي ان في حاجه اسمها الديسك جواها دايره اسمها الكف. الكف ده حجمه بالنسبه للديسك كام؟ اف 3/10. الاوعيه الدمويه بتطلع من نص الكف بالظبط وتروح راميه نفسها نيزه دي. ده الطبيعي. في مشكله كده؟ في مشكله؟ طيب لما حجم الكب ده لسه الاوعيه الدمويه طالعه من السنتر واترمت برضه ايه؟ نزل. مش ده الطبيعي؟ طب حجم الكب زاد اكتر واكتر 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 يبقى لسه الاوعيه الدمويه طالعه من السنتر ورمت نفسها برضه ايه؟ نزل. حد يقول لي الوعاء الدموي كده وبعدين بقى كده وبعدين بقى كده بيتحرك ناحيه فين؟ نزل. ليه ده شفت البلاد فيزل؟ انت في اللوك كده؟ قارن ما بين اول وضع للاوعيه الدمويه واخر وضع للاوعيه الدمويه. قارن ما بين الوضع ده والوضع ده. هي طلعت من السنتر الرميه نفسها نيزا. زاد الكب اترمى اكتر. 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 يعني الفيزلز بتروح فين كده يا جماعه؟ نيزا. بصي الفيزلز كده استنرف على حيطه مايله. استنرف على حيطه مايله. الكب بيزيد فبتسند عليه. فتترحل. تترحل. هي اصلا نيزا بس عماله تترحل اكتر كمان ايه؟ عمالة القب يزيد وهي تترحل اكتر ايه؟ نيزل. بيحصل نيزل شيفت للبلاد فيزل. ايه؟ انا بتكلم على الفيزلز ولا على النيرفج؟
البدل ننزل شفت البدل اخر او قبل الاخيره اللي ايه هي الحاله دي يونيلاترال ولا باي لاترال سيمتريكال ولا اسيمتريكال ففي تغيرات في العينتين بس اسيمتريكال يعني التغيرات بتحصل في اليمين والشمال بس ممكن في اليمين تبقى الشمال شويه او في الشمال تبقى اليمين شويه اسيمتريكال الاس ممكن يحصل هيموريج اسمه سبلنتر هيموريج سبرينتر هيموريج لا لا مش بتكير لا سبرينتر هيموريج من كتر الضغط العالي شويه من الاوعيه الدمويه اللي حوالين الديسك دي بتضغط عليهم وتفرقع فتعمل لي نزيف على الخطوط كده اسمه فليم شيب هيموريج فليم شيب زي اللهب او اسمه سبرينتر زي خطوط او نقول العنكبوت حاجه خطوط كده سبرينتر هيموريج او فليم شيب كل اللي فاتكم واهم حاجه البروجريشن يعني دول ناس دي على رصمه بس اهم حاجه البروجريشن يعني ايه البروجريشن يعني احمد بروكسي جالي العياده بصيت في قاع عينه شاك ايه اخد له صوره واجيبه بعد ثلاث شهور اشوفه لو لقيت المنظر بتاع الديسك بيتغير والامور بتتطور يبقى ده شهور اللي عنده مشكله مش هاخد صوره له هو مش لشكله صوره للديسك بتاعه والكب بتاعه دول تاني بقى دلوقتي الضغط لما بيعلى بيعمل شويه تغيرات في الاوبتيك نيرف هيد يا دكتوره ايمان الاوبتيك نيرف هيد او في الاوبتيك نيرف التغيرات دي تجمعها كلمه دو انال بالاضافه الى البروجريشن هتلاقي الكتاب بتاع القسم كاتب البروجريشن دي بالبولد باللون الاسود والمذكره كاتبها بالحروف الكابيتال عشان تقول لك ان البروجريشن از ذا موست امبورتنت ساين هو اهم حاجه تمام كده او اهم حاجه تطور الحاله الحاله دي انا هعلق على البروجريشن دلوقتي بس خلينا نخلص من اللي فات اول حاجه الكب هيبقى بدل ما هو شانو هيبقى ايه ديب وهيبقى ديب بشكل منطقي كده ولا هيبقى اندر رايند ايدج اوفر هانجنج بيدل انتر رابت بيدل اوفر هانجنج وفي الاول بيبقى اوفر وما عرفناش ليه الحته الجايه ب 10 جنيه ان شاء الله بعدين حجمه هيبقى ان لارج ادي الاي بتاعت هناك خطوها صح الان العياده الدمويه اللي حصل لها نزل شفت الاي اسيمتري يعني العينتين غير بعض وفي الاخر في نزيف سبلنتر هيموريج كل ده كوم والبروجريشن ايه؟ كوم تاني اطفي يا عم النور خلينا نتفرج ده عيان عنده جلوكوما وبدا تحصل التغيرات اهم حاجه هتلاحظها زياده الحجم اللارج بدل ما 3 من 10 عمال يزيد تاني حاجه هتلاحظها النيدر شيفت للبيدل طيب اتفرج كده على الفرق ما بين وعاء دموي طالع زي كده ده هو وهو نفسه لما بقى كده اوفر هاند تاني شايفه ده؟ اهو وشوف انت الاخر جراله ايه؟ مش شايفها ولا مش شايفها اصلا؟ باين؟ طب بلاش ده هو نفسه هنا اهو باين في الارضيه باين ان هو ماشي وباين الارضيه بتاعته ولا باين زي ما يكون جاي من حفره متشعلق كده؟ عارف انا طالعهم دي كده شويه اهو ده اهو وده اهو خدت بالك؟ باين ان هو ماشي طبيعي ولا متشعل على الايدج الرسمه دي كلها في المذكره الصور كلها ما تخليش بالك بيها بقى طيب افتح يلا يا عم يعني ايه ده حكايه البروجريشن دي؟ ولا حكايه ولا حاجه شد يا عم ولا حكايه ولا حاجه ولا حكايه ولا حاجه ولا حكايه ولا حاجه بصي يا دكتوره ايمان معلش هو اسم اللي جاي في الكتاب ولا حكايه ولا حاجه احنا عايزين المريض اللي يجي نقوم نقطن له صوره مش صوره بشكله انا ماليش شكله صوره للديسك بتاعه ونقوم نتابع الصوره ديت ونشوف فيه بروجريشن ولا لا تتطوري بايه
في عندنا حاجه اسمها فندق فوتوغرافي، مفيش احلى من كده، فندق فوتوغرافي كاميرا تصوير قاع العين زي الفل. في حاجه اسمها نيرف فايبر انالايزر، جهاز مش بس بياخد صوره وكمان بيقيس لي سمك الفايبرز اللي في الديسك. السمك اما لما يزيد الضغط ويبدا يضغط على الديسك والقبض، السماكه او السمك او السجن هيجرى له ايه؟ هتقل. اسمه نيرف فايبر انالايزر. في جهاز اسمه او سي تي، سمعت عن السي تي بتاع المخ؟ ده اسمه او سي تي، اوبتيكال سي تي، اوبتيكال انالايزر، اوبتيكال كوهيرنت توموجرافي، اشعه مقطعيه بس بالليزر، بياخد مقاطع في الاوبتيك ديسك منها صوره ومنها برضه تحديد السمك. يا ابن الذين. وجهاز اسمه ليزر اوفثالموسكوب، هو من ضفه على العين اسمه ايه؟ ده ليزر، بالليزر برضه بيقيس السمك. اسمه بالضبط كونفوكال ليزر اوفثالموسكوب، فكك من كونفوكال، خليك في ليزر اوفثالموسكوب وخلاص. الثلاث اجهزه الاخرانيين هو كاتب كده ذا لاست 3 انسترومنت، اللي هم نيرف فايبر انالايزر والاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي والليزر اوفثالموسكوب، بيقدروا يحددوا النيرف فايبر ايه؟ ثيكنس. يعني انا هيجي العيان اخد له صوره مثلا بالاو سي تي، سمك الفايبر كان كذا، بعدين بعد 6 شهور لقيت السمك بيقل. هو ايه ده؟ طبيعي ان البني ادم سمك الفايبر ده بيقل؟ لا 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 خالص. يبقى في مشكله ولا مفيش مشكله؟ في مشكله. ده لو كنت لسه في مرحله الايه؟ الشك، مش في مرحله اليقين. الجهاز اللي موجود في التأذيب من الاربعه دول هو الاو سي تي، عشان كده انا كاتب عليه مهم. اوبتيكال كوهيرنس توموجرافي. الشارع ده السنتر اهو صح؟ ده الشارع الرئيسي. في الشارع الجانبي ده صح؟ وانت ماشي في الشارع الجانبي ده كده لاخره على يمينك خالص في صيدليه النظر زي محمد. فعرفت كده تلاقي مركز الاشعه المقطعيه للعين. او سي تي هنا يقبع جهاز وجودي. وفي جهاز ثاني مركز النخبه عند مؤمن. القصد يعني ان في عندنا في زقازيق جهازين. فالاو سي تي ده حاجه جميله جدا وحاجه عملت فرق كبير جدا معانا في التشخيص. صعب الكلام ده؟ صعب الكلام ده؟ سؤال غبي وانا جاوبته. ايه اللي عمل التغيرات دي في الجلوكوما؟ التغيرات دي كده ساعات يسموها جلوكوما كابلنج. كابلنج. الله 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 الله. جلوكوما كابلنج يعني تحول القبض من زي ما يكون حفره في الصحن الفنجان الى الفنجان نفسه. ركزي بس كده بقى ايه؟ هوريها لكم دلوقتي. تحول القبض من حفره في الصحن بتاع الفنجان الى الفنجان نفسه. حاجه بقت عميقه وكبيره وحاجه جامده حلوه كده. يا ترى ليه التغيرات دي حصلت؟ ايه الثيوري اللي بتفسر الكلام ده؟ ميكانيكا. شكرا. خلاص ميكانيكا. ايوه الضغط لما زاد راح ضغط على دول كده وكده وسعه اللارجن وضغط عليهم من ورا بقى ايه؟ بقى دي. في نظريه ثانيه مش هتفهموها خالص لو ما ركزتوش، اسمها فاسكولار ثيوري او اسكيميك ثيوري. قال لك ايه؟ قال لك ادي القبض. قال لك اللي بيحصل اول حاجه ان الاوعيه الدمويه بسبب زياده الضغط تتقفل، يبقى فيها سكليروز، يبقى فيها سكليروز. فلما تنقفل الاجزاء دي تموت، ولما تموت تعمل انتي سبيسز، كاتبها كتاب الله يكرمه كفيرمس سبيسز، يعني حته فاضيه. وقوم لما تفضى تملي سي تي، طبعا سي تي دي انت عارف ان هي بروتكتيف ايه؟ تيشو فايبروز. فيقوم الفايبروزس لما يملى الحاجات دي يعمل ايه في القبض؟ يشده، فيخليه في الاخر ايه؟ دي نظريه طبعا ايه؟ المهلبيه. تمام؟ نقول تاني مكتوب كده في المذكره، مكتوب كده اسكيميك ثيوري سكليروزس للفيزل ديجنريشن للفايبر سمول امتي سبيسز فايبروزس باكورد ريتراكشن اللامينا. اللامينا دي المنطقه اللي قاعد فيها الديسك، حته من السكليره اللي فيها الديسك اسمها لامينا، لامينا كبروز. بعد كده يحصل قبض. الحقيقه ان الكلام ده يا عماد كلام جميل وعلى راسنا وفعلا الكلام ده كويس وبيحصل، لكن الحقيقه ان كل الدنيا دلوقتي عارفه ان اللي بيحصل ما هو الا ابوبتوزس. ابوبتوزس كنت بنضار ازاي؟ ابوبتوزس. طيب ابوبتوزس مش عارفين يعني ايه ابوبتوزس؟ اكتبي كده بس كده معلومه ليكي بس عشان خاطر لما تخرجي بعد 10 سنين ولا حاجه الكلام ده هيبقى واقع لا تحلى. ريسنتلي الابوبتوزس يعني ايه؟ بروجرام بسيلدس يعني ايه؟ انت حلو. ايوه الضغط عالي في نمط الخليه الحساسه اللي اسمها دكتور احمد.
تقولوا علي انا مت يا اولاد الحلال الحقوني مت انتوا الاخرين يموت احمد اللي جنبي احنا متنا يا اولاد الحلال مت اي مت احمد الاخرين واخد بالك ازاي فاطبعت القصة عملية انتحار ايه انتحار جميع لا ما بيصمتوش اما نزحروا يعني اسم النور يلا جوادة اقتل اكتب ان دي المصرية الاخيرة بقى خلاص فيها ايه اللي جاي الزبده كلها خلصت يا ابني عمرو ده اكتر واحد يحب العلم يعني ايه بقى يا ابني ايه رايك في الضرب ده حلو ولا وحش حجمه ايه كبير جدا اتفرج بقى اتفرج على الحاجه الاخيره اللي هندي بيها كله ما تبصش هنا بص هناك بص هناك طيب ده حضرتك النرف اهو النرف اهو من ورا واخدينه من ورا اهو صح وده الديسك اللي هو ازاي نرف هيت اتفرج يا ولد على اللي بيحصل للديسك يا ولد الله 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 شفت الكابل الكابل ايه الله طب ايه ليه 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 الكابل ان شاء الله الحصه الجايه هنعرف ان مع حدوث هذه التغيرات بيحصل ان مجال الابصار الفيجوال فيلد بيبدا يضيع فالرجل النبي الدنيا كانت حلوه صابريه والخضره والسماء بدات تقفل 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 لحد ما بيشوفش ان اللمبه تيضغط ايه الابصار الراجل الابصار بكره ان شاء الله الساعه 12 حصه صعبه جدا